نظام الملالي يبيع الطعام الفاسد. في العديد من دول العالم يعد إعداد الطعام الصحي وتقديمه لشعب ذلك البلد من أهم الواجبات الأساسية للحكومة، ويجب أن تتحمل المسؤولية عن أي تقاعس في هذا الصدد. لكن ما هو أداء نظام الملالي تجاه هذه القضية؟ انظروا إلى الدود الموجود في الطحين المستخدم في إعداد الخبز. وهذا الأمر على المحافظات التي تعاني من تمييز مزدوج. ففي طهران يتم توزيع الطعام الفاسد يوميا، والأهم من ذلك أن هذا الطعام الفاسد يتم ختمه أيضا من قبل الدائرة القياسية. وفي ظروف كورونا فرضت الحكومة المزيد من التكاليف الصحية على الناس بجعل كل المواد أغلى ثمنا، ولم تقدم الحكومة التسهيلات للمواطنين في مجال الصحة أسوة بما تفعل دول العالم فحسب، بل تمهد الأرض لتفشي المرض بين أبناء الوطن من خلال توزيع طعام قديم فاسد. ويأتي ذلك في وقت يقوم فيه نظام الملالي بحجة توزيع المواد الغذائية غير الصحية بإغلاق المتاجر وفرض غرامات باهظة على أصحاب المهن الصغيرة، ويكسب الكثير من المال بهذه الطريقة. ولكن في الوقت نفسه يستورد عناصره معظم المواد غير الصحية ويدخونها في السوق، ويحققون أرباحا ضخمة على حساب صحة المواطنين. ففي بداية العام قام زعماء نظام الملالي وقادته بتخزين المواد الغذائية نظرا إلى علمهم بارتفاع أسعار هذه المواد في الأشهر المقبلة. والآن بعد أن تضاعفت أسعار تلك المواد يقومون ببيعها بأسعار أغلى من سعرها الحقيقي، ويحققون أرباحا ضخمة، مما أدى إلى إفراغ موائد المواطنين كل يوم. هذا وتدفع كارثة الفقر الناس إلى شراء مواد رخيصة الثمن، وهم أناس فاض بهم الكيل ولم يعد لديهم ما يبكون عليه. وهو وضع ينعكس أيضا في وسائل الإعلام الحكومية، وغالبا ما يحذر قادة الملالي كل منهما الآخر خوفا من انتفاضة وشيكة. نعم، إن يوم انتفاضة الشعب الإيراني للإطاحة بهذه الحكومة المجرمة الناهبة والتخلص من هذا الوضع المتردي ليس ببعيد.